كشفت مصادر عبرية عن فرض بلدية اللد التابعة للاحتلال ضمن أراضي 48 المغتصبة غرامة على مؤذن فلسطيني لرفعه أذان صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت، فيما بدا تطبيقا عمليا لقانون منع الأذان رغم عدم إقراره قانونيا بشكل رسمي. صحيفة هارتس العبرية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بلدية اللد فرضت على المؤذن غرامة مالية مبلغها 50 و700 شيكل لرفعه أذان صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت. وبحسب الموقع فإن الغرامة أقرت يوم الخميس الماضي بحق الشيخ محمود الفار من حي شنير بمدينة اللد بعد أن رفع أذان صلاة الفجر. وأشار الموقع إلى أن البلدية استندت في فرض الغرامة إلى ما يسمى قانون منع الضجيج الذي كان قد أقره الكنيسة. فرض الغرامة إياه يأتي تطبيقاً عملياً لمسودة قانون منع الأذان الجديد الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل فلسطين وخارجها بعدما صادقت عليه اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع، وجرى الاستئناف عليه من الأحزاب الحريدية تحسباً لمساسه بزامور السبت المقدس عند اليهود. من جانبها كشفت الإذاعة العبرية العامة الليلة الماضية أن ديوان رئاسة وزراء الاحتلال يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، مضيفة أن ديوان رئاسة الوزراء يسعى من خلال ذلك إلى تليين صيغة مشروع القانون حتى لا ترفضه ما تسمى محكمة العدل العليا. هذا وترجح مصادر عبرية أن يصوت الكنيسة على مشروع القانون الجائر بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.